يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النفس في قوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها تعم نفس كل كائن حي، أم المقصود في الآية النفس البشرية فقط؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل المراد النفس البشرية وقيل المراد جميع نفوس الأحياء. نعم، والظاهر العموم، لأنه قال ونفس، هذا نكرة تعم كل نفس. نعم.